La prochaine, moi. Voilà. Aspire, Camarena. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabihi ajma'in. Mama Sabara Zakhan, Rahosha Vistakhan, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. هم شو چوارده مانگی ربیع ایدو همه که چواره مانگه لمانگه ایجریه که سالی 1442 ایجری برانبر با سنوه 11 2020 درسی سیانزه همین لخزمتانه لباسی پرتوکی عقیده شیخی طحاوی و گشتین باوجیه گهی که شیخی طحاوی خواهد رازی دفرمه و این القرآن کلام الله منه بدا بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة قاعديك شرعية كوا أصلك أصول أصول كان أصلك جورية لدين أصول ديننا لأصول دينا كالشيخ الطحاوي خويل الرازية دلالتك بقرآن وبالسنة كوا إنسان قرجوان تدبر كولي بكول يتواب ويدرك كوا وإن القرآن كلام الله قرآني بيروس كلامي خوايا ليسان هم رد لسر معتزلة كوا أوان بيان وايا قرآن لم يبدو منهم الشيخ الطحاوي ده فرمي خايل الرازية كلام الله منه بدا منه ظهر بلا كيفية قولا بس معتزلة بيوانية أو أندرين أن القرآن لم يبدو منهم لخواي تعالى ظاهر نبوة حكاية وقصيلة سر أوانيش ديار زورة ألين إضافة كردن كاري كلام الله وكتابة بيت الله كإضافة تشريفية كبيت الله معرخة شون أريد ناقة الله أريد شون لوايا كلام الله يشهر أو هايا أما معتزلة وادله بلام يحرفون الكلمة عن مواضعه تين أو كلمة كوال وجيكا هاتوا تحريف إذا كان دي قورن واتاي دي قورن معنى دي قورن بشيوز كتير معنى إذا كان وقولهم باطن قولك إيش يا مطالة وأخوي متعال جل وعلا كاتيالين وإن القرآن كلام الله أما وصفي كتلة الصفات كاني برود جارك وصف كريبة تكلم كجفتاري خوا يا مارين خوي تعالى كلميه وفرميتي بلام كيفيتي نازانين أقربلين كي نيتي ني فرموا أو لا تدين لحق دو همش ك أويا أبين بواني كوا تعطيل ذاك طبعا يمل بين التجسيم وتعطيل أهيمانة تعطيل خراب ترى للتجسيم أوي كوا هر نفي ذاك أو ردي ذاك أتوا بلا ما ويك تجسيم ذاك ردي ذاك أتوا بلا تيجي كيفية جسمي بدعتنا بويا ليرا باسي أجر نبلين كلامي قرآن كلامي خوانية أو النقص رؤداد للصفات خوا أو كاتك النقص هاد صفاتي كمان نامينه واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا باسي سامري بجهشني موسى روشن بطورو لقاء مناجات ما نوي هارون على نبينا عليه الصلاة والسلام سامري وغيركاكو درس كردنو بتاكو پرستشي غير خوا أمانا هم إلى قرآن ذكر كراوا بلام خواهي تعالى فرميت جل وعلا ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا باشا نازن أو إكا إبرسن أو إكا أو عجلا كدرس يانكرد ولا آلتون قصناكا وهداية ري هداية ري راسا في نشان نادا شو تانيش في نشان نادا كامتا ميكا يعني شي أما تان كردتا إلهي خوتان قصي شينية معنى إله قصي هي رينمائي هي تبليغي هي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا هرباسي أو عجلة أو جوارك يدور ربرستا
واتا رب العالمين فرمايشتي هي تبليغي بيغمبراني الرسالة أنا ذاتي بملائكة كان إيجينا دسين يدرا وكي وأوجع بيه رينا مايا كان ور بقرين أمر كان جيب جيب كين و نهي كانش كقد غيك هات أبي ليدور كوينوا بويا دبينين تشبيه دكان أوان وتجسيم دكان باشا شون ألين معتزيله واتباع معتزيله وانش او فكريان هبيو او ايش لو انو نزيق بيه شون خو ابي قصبك علي قصدك علي كيفيتي شونا كيفيت اقربلين نيا تعطيل دبي لكاري دخين بلام هيا بلام كيفيتك يتكلم كما يليق بجلاله خو قفتاري فرموا او جات يتسر باسي ويكاوا كلامي خو يك معناه يانا يك معناه يان لا خواهي تعالى ده فرمي جل وعلا اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون طبعا خواهي متعال أمانتي لا تقصى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنتقل الله الذي أنتق كل شيء أجر خوص رب العالمين كلمه نبي وكلامي نبي شون خلقي بنطق دينه جسدو بيستكاني يارمن ودسو قاسمان بنطق دينه بقصه كردن دينه بلام شون ام جسد قصه اكا كي اتواني كيفيتي شوازي قصه كردني جسدو قاتو دسمان بيبلي باشا پیغمبري خواه فرمي عليه الصلاة والسلام لما كابر ديك يستج دي ناسم بي بقشتهم بمدى بلايا سلامي لي مكر مشهورة وحديث بيشوي وحشي وبي أفرمي يستج دزام كان برده شون سلامي ذكرت همو ما نوكو مسلمان كفرمو ديكي صحيح وباور بيكراو ردنا كريتوا وكو معجزيك باور من بسلام كردني حجريك برديك إلى بيغمبرا كمان صلى الله عليه وسلم كي أتواني لسر أرزا كيفيتي أو سلام من بيبلي باشا برديك كيفيتك يما نازين دزانين هي شون اول برو كيفيتي قصي خوا نازين بين كلامي خوا رد كريتو اما مسا خوش سكان جابو يا شيخي طحايي ذا فرمي وان القران كلام الله منه بدا بلا كيفيه قوله اي ظهر منه منه بدا اي ظهر منه ولا ندري كيفيه تكلمه به بس نازين شوانا هيا بس نازاني شوانا او كات اهلي السنه والجماعه يا ما تفيض دكين تاويل ناكن او الا بيشوا لجيلي او الا بيغمري خواد شو صلى الله عليه وسلم وارد بوا او الا شوار خليفه كو اصحابي كرامو دواء اوان هاتوا يا ما اوان لهر جيكا تاويل بدكين شيان فرمي وحدك بو زمني وحي اللي حموك سي باشتر معناه بكره ولا معناه يحاربونا وأكد هذا المعنى بقوله قوله باشا بوشي يفرمي منه بدا بلا كيفية أي كلمة قولا بولا بيشيهات والشيخ الطحاوي ده فرمي بيها وزور قول ربوه رحمة إخوة الله أو قولا بو تأكيدا أو تأكيدا كاتو بمصدرية هاتو بوشي بو تعريف بو حقيقي يعني بحقيقة خواهي متعال جل وعلا حقيقيا فرمايشتي كردوه كما أكد الله تعالى التكليم بالمصدر المثبت النافي للمجازي وكلم الله موسى تكليما اما مجاز الله قريت بيجي مجازيه وحقيقيه امري كري علاء يكي كلا قراء السبعه رحمتي خويا السربي هندك هاتنا لا يوتي يعني ما امانويت هندك هاتي وادي خوين هو كما نشخوش تو يكي كلا قراء سبعة أوها أم آية بخيني توا وكلم الله موسى طبعا لقراء حفصة كشمان دي خيني وكلم الله موسى واتا الله ليلة لفظي الله شي فاعل مرفوع أي مفعول كي يقصيب وكراوة بمنصوبيك موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام بس ليرا أو ديتا بيشوا كاسمي الله لفظي جلالي كردا منصوب يعني موسى قفتو بيك لك الخوا علي أو ها أخوان ريتا
ما بس لأو رفع ضمك بو نصبك بو فتحك بس هو تاني شوازي قفتارك بدأ بموسى يعني خوا كلمين أبوه باشا عمري أبو عمر رحمة إخوائي لسلوية كري على دفرمي أجر أمتان شو أخيوندو بس آيات تري لقرآن أوتشو نخيوندو ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه أما حر هيج بينا كريانات واني هيج بيبكي أوش وا بيبكي اللي رهم دي سان أبي دان بوابني كخوي متعال فرمودي فرمايشتي بو فرميتي باشا ما مسا خوش السكان ولقرآن السنة شا خوي متعال جل وعلا كاتي أهلي بهشت رب العالمين دام الله بهشت هذا بينا آية خوي متعال قفتاري هي نيتي لحديث صحيحة إما نسي قرآن ما نيك روجي قيامته الخادة بنين يانا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة باشا لحديث صحيح بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام وكوا جابر فرمي إخوة عليه الرازي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهل الجنة في نعيم إذ سطع لهم نور رسول الله فرمي عليه الصلاة والسلام أهلي بهاش لنا ونعمتي بهاشتان نوري كان برشاو دكيو لبهاشتا الرؤيا عند قريتها فرفعوا أبصارهم هرشي أهلي بهاشتا تشاو كاني برزكاتوا فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم قورت لي النعمة أبو أهلي بهاشت أو نعمتيك رب العالمين ذبينا سلام قولا من رب الرحيم كما قال تعالى في سورة ياسين سلام قولا من رب الرحيم وقت رب العالمين لبهشت أما دفرمينا بأهلي بهشت فقال سلام عليكم يا أهل الجنة قرآن فرمي سلام قولا من رب الرحيم حديث كيشون رسول فرمي عليه الصلاة والسلام فروردقار دفرمي سلام عليكم أهل الجنة وهو قول الله تعالى سلام قولا من رب الرحيم ألي روى دركوت كوا رب العالمين قشتي لسرشية وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قوله أمر خمان ببيك يشو ببيسر يشدانشتينا شر مسلي قرآن كلامي خوايا كلامي خوانية مخلوق يا مخلوق نية يك معنى يا يك معنى نية كيفيتي هي كيفيتي نية أو بيشي خمان كراو أزيتكيان بيناك بيشي ناني إما خمان هاتوين لسر سفر داخرة وكين لسر خلقي بيشي خمان سجني لسر كرا تعذيبي لسر درا أشكنجي لسر درا تبديع كرا تفسير كرا بلام أمرو خمان لسر سفري حازلين أم حديث آياتنا إثباتي چيكا صفتي كلامك أبو پروردگار يك وإثباتي رؤية رب العالمين لبهشتيشا أما دو يعني هر دو كان ما مساق وشويستا كان وإثباتي علودك أبو رب العالمين أو جادين وإن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم صريحة ولا يكلمهم الله خوي متعال قفتارين لقلناك تماشاش يناك أما أنها مجد قرأتوا بوشي آية قفتارين لقلناك يا نايك أو قفتارك ريزو تكريمي تيابي نايك جل وعلا ناي فرمي بلام هل القرآن في روزة قوي تعالى بأهل الجهنم فرميتي اخسؤون فيها ولا تكلمون أما خطابا لقال كي لقال أهل الجهنم يعني ولا يكلمهم ولا ينظر إليهم قصيش تكريم وشرف وريز ورحمة بو جهنمينية أما إيش ديسان أم نص قرآني كالخزمة يعني ديسان بو إثباتي شيء بو جيجير كردني أويك رب العالمين فرمايش ذاك باشا اگر برين هر هيج گفتاريك نيا اي باشا لقال هيج كسيكا اي باشا كافر
عقوبة يك خوا قفتو قال قلاني دي خو مسلمان بو عقوبة بيه أبي الرحمة ورجله أو يك ولا الرحمة كان ويا خوا تعالى عبد كاني دوست كاني أو يك الناس يوتي دي بيني وقفتو قشي لقلاك واني ما مصاخ وشي سكان هاو من أو من بيناو ولا أهلي بهشت شاية دليل يك دي أنه بيك وأم قرآن وإن القرآن كلام الله ليس بكلام الله يا ألين كلام إخواني يا أجن لا أو وارد نبوة منه بدانية ألين الله خالق كل شيء والقرآن شيء خوا خالقها مشتيك القرآن شيء شيء أو شتا معنى القرآن ليرا جاء أما تين داخلنا وعمومي أم كلمة كلي ذاك كل هي معنى جزء هل القرآن بيروزا سيبكين خايت على سورة بقرة باسي إبراهيم فرمي كيف تحيي الموتى كاتي دواك أو النصيكي قرآنية خواهي تعالى فرمي شوار بالنده أبزا سري أمرو بخسر چي وتقسيمك بسر چي كل جبلي آية إبراهيم أم قوشتاني خصصر حرچي شاخي سر أرزيا يا أو شوار سيو شواري دوري خويبو أي كلمة كل همو جبلك ناقريتو بعد أم كل بمعنى كل ومعنى جزء هنديك لك چياكا چندين جاكي تريش معنية كوا أفعالي عباد خوا خلقي كردوا حموي خوا مخلوقتي بلام أم قرآن أو شيئا نيوان هاتون دايا ناوا چون كما خارجي أفعالي عبادة كلامي پروردگار جل وعلا كلامي خوا بعمومي يكي كلا صفاتا كاني خوا صفاتي خوايش لأشياء مخلوقة نية أجل صفاتي خواب كينا أوشتاني كخلق كراون أبي الزمن يكبوه ابتدائي بوه ابتدائيش نابد بو صفاتي خواب أبي أجل ابتداء من بو صفاتي خواب دابنايا أبي بيشي ابتداء دس فيه كرنا كبولين أو صفات النبوة أكري خالق زمن يكبوه نبي نبي ما مصافو شو يستقال گمان من نیه ما مصبر زکان نیه نابید بو چی؟ چون که اوان هاتون رب العالمین جل و علا فا این علمه شیء علمی خواه شیء یا نا شیء و قدرته شیء و حیاته شیء باشا ما گشی داخل او بکن که وامان هموی چین او کل بگریت و هموی مخلوقن یعنی زمان یک بو خواهی تعالی قدرتي نبوة زمان يقوى خوا علمي نبوة زمان يقوى خوا بصير نبوة زمان يقوى خوا سميع نبوة بيقومان نابيت خوا متعال سميعة بس سميع كي خوا بيسني خوا وكي عبدة نا خوا بصيرة بينيني خوا وكي عبدة بيقومان هريا كمانا دلين نخير وانية أو جاء أرين كلامي خوايا بس لفظ كان معتزلة هندي العلماء معتزلة المؤرخين دوائنا نرين كلامي خوايا بلام لفظك هي خواني معناني خوايا بس لفظك هي خوانية معناي شيء أو أن يوص صفاتك كان بصفة قامت بغيره كسيتر هذا ما يفهمه أم جديسان نابيد وابوتري لا سيرا كاتباسي زمني مأمون وزمني معتزلة بشري مريسي أو مرسي مريسي زياتر هاتو فتحيمي مكو بكسري راءك لبردم مأمون أبو مأمون أبو مأمون خليفة مسلمان أبو كاتي عابد و زاهد و زانا عبد العزيز مكي لسجن ابو بانيان كرت و تيان تو لبر خاطر اوي كباور بامان بشري و ام جماعتي ابن ابي دؤاب معتزلة كان ناكي قصبك بلام لنص لا مدى چونك اوان اقليان زار بسر نصا وأيانه أو نصانش ليلانا دا نرابو هش حديثي أو قول علماء بأقلي أو عن تفسير بكري تأويل بكري بويا حجة بيانا ولا سرق سكانيا فقال بشر يا أمير المؤمنين ليدع مطالبتي بنص التنزيل ما بيجي القرآن شي داوزية ومناظرم لقلابك
ايش وتي ناظري لقلا كما قال امير المؤمنين اجازه بدا ودي توقص كي برسيارك يا من بك متي كيف قوت تولى في شابيك علي بي قد يلزمك واحده من ثلاث لا بد منها سيشد في رمي بيك لما نهر بلي اما ان تقول يا بلي ان الله خلق القران وهو عندي انا كلامه في نفسه أو خلقه قائما بذاته ونفسه أو خلقه في غيره أم قرآن خوي متعال كالبردسي أفرمي يا مايا كلامي خوايا وهي خوايا خوا خلقي كردا بلاميا أوتاني لذاتي خوايا ونفسي خوي فرميتي يا أوتاني كلامي خوايا وخلقي كردا بلام كسي كيتر وجوتي والله مينية أقرب لي كسي كيديك كلامي خوايا بس نطخك يكديك كي أقرب لي كلامي خوايا نفسيا خوا فرميتي بلام خوي أم كلامي تلفظي بينا كده أمي دي سانة لهين كي بلا ما قرب لي هي ذاتي خويتي وبنفسي خوشي فرميتي الا لا تنسر قولي حق بلا ام بيدن دبيت بو هي كم قصي او يا امير المؤمنين امانه اوانين اهلي اوانين من المناظر يعني قلاكم علي بيك بزان اهل يعني لدعاوتي يا امير المؤمنين نمد اهل اوانين كا والله نيا نيا انا باش ما مسا خوشي سكان باش ديت سروي خوي تعالى القرآن فرمي تدمر كل شيء بأمر ربها باش خوي متعال فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم آية خوي متعال جل وعلا حمشتك تدمير كرت روخاني بسريك نا هروجي غيك مستحق بوسزا عذابه أي بودا فرمي تدمر كل شيء باش كل شو شيء إشا باش ما مساقو شو يستكان بويا أقل لباسي بلقيسة وأوتيت من كل شيء أي حمشتي لباسي هدودي شهر همان حكمة معنية كباسي وما بكا كلك همي ناقدك ناقدي توا باش بويا ما بس ديرا خالق كل شيء كل شيء مخلوق حمشتي مخلوقة معناي كل موجود سوى الله فهو مخلوق هرشتي في صفاتي خوابي أبي سوى أو صفة استش باش ما مصابر سكان بو يا شيخ الطحاوي ده فرمي ما زال قديما بصفاته قبل خلقه أزليا خوي متعال جل وعلا بهم الصفات كاني قديمة ابتدائية قبل خلقه أو كوا مخلوقات بدي بهن الله خالق كل شيء او كالين اي قران خوي تعالى الناوي بردو بجعل يعني درستي كردو خلقي كردو انا جعلناه قرانا عربيا بعتا جعل بمعنى خلقناه لها مجيكا او هات بكات خلق وجعل الظلمات والنور وجعلنا من الماء كل شيء حي وجعلنا في الارض رواسي ان تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون ولا تنقصوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا شندين آيات الذين جعلوا القرآن عضين ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تجعل مع الله إلها آخر وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا إنا جعلناه قرآنا عربيا تما شاء أمانة هيك تا آخر كي فأي تعالى لقرآن أمانة كش نفرموه معناه كي أمانة خوك باسي خلق كردن ودرس كردن نية أو هات جعلك أنا معناه درس كردن خلق ذي هنا تما مساق الشيء سكان بويا رب العالمين جل وعلا كاتي الدين إسنادي كلامك واللفظة كان دنا جيكي ديكا فأي تعالى القرآن باسي مسافر مي ونودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة باشا أم كلامي خوا معنى هي خوا لفظك هي كي هي شجرك يا
يعني دارك خصي كرت أنا ما صاحوش شو سكان أن كلام الله كلام الله خلقه الله تعالى في شجرة فسمعوا موسى منها منها أجر لسر قصي معتزلة بيجين كلامك كي خلقي كردا شجرك باشا فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن كاتي نداءك كلامك لشو هاتو بعيدة فسمع موسى عليه السلام النداء من حافة الوادي ليو دون كيبيست في البقعة المباركة من شجرة أي يا موسى باشا النداء كل شوب هو في البقعة المباركة يعني لا يشوى من عند الشجرة باشا وكو شي ويا كسبلي سمعت كلام زيد من البيت من جملة فلان كس ولا جورو جورا كفر مويا هر فلان كسا وكلامي جورا كنية واتا عند شجرتي خو كلامي شجرة كنية باشا ما مسا يا موسى إني أنا الله رب العالمين إني أنا الله رب العالمين باشا أجر خوا أمين فرمية كيف فرمية دي بيجي هركس يكا كألي من رب العالمين يعني خواني أم ربي كترة أجر نلين رب العالمين يعني أم كسك قصيك الدار بيه شجرة بيه برد بيه هركس يك يعني شيء أو تيتي من رب العالمين غير رب العالمين غير خوي متعال جل وعلا أما كفر أن أو كانت التصديق الرابع كي كما قال فرعون أنا ربكم الأعلى أو كاتيج دلين باش أما لي رش شجرة كوابي وكسي تربلي أنا رب العالمين جائز بي أي بوين كي فرعون ما ردكرو كاتي الله أنا ربكم الأعلى واتا نابي ردكريتوا أو زاد دينا وسر خالي دوم علينا أم قرآن قولي إخواني أي قولي ملائكية قولك يتريان شيا قولي رسوله في غنبرانا يا ملائكة يا في غنبران هاتونا دليل بشي دين نوا أخر خوي كيا شكل كدايا ما مساق شوي سكان كسي كاتو ديني نيو باوري وقرآن نيو وأحاديث نيو وقيامت نيو قصة قال لا يخويه أما لا لا يك بابوسي بس كيا شالوا كسكا قال نيوش بخويني بيام قصة كخراب كسي كاتو لسر مزقوتو منبرو خطيبو أحاديث قصي هي برام بيدينا برام شارونا برام ماكرونا برام كيشاها لما قرس لك كسي كالا نوم مزقوتا يلي الله أكبر وهما انقصبك جاء اوي كيسا عليد اما اقر كسي كافر بي كافر اهوان ترى بس اقر كسي بي من باورم بقرآن وانقصانا دك هما مساقو شوي سكان او جاء دليل اي دليل تشي كام قصيك كام قرآن معنى هي خوايا بس لفظا هي الملائكة يعني في غمرة صلى الله عليه وسلم إنه لقول رسول كريم باش أما وهذا يدل أن على أن الرسول أحدثه معنى يوايا أما في غمرك خوي وتويتي أركاتي أجر معنى وحي بيه ولفظا هي في غمر بيه صلى الله عليه وسلم أو كاتا ناوتري قرآن بيوتري حديث القدسي شنك فرق لبين قرآن وحديث قدسي أو يكوا قرآن لفظا ومعنى من عند الله بس حديث قدسي معنى من عند الله ولفظا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي فرق ببي أجر وأنا كنت شون فرق لبيني أو كاتن أبي بلين فرق لبيني حديث قدسي وكلام إخواني أو تفرق يبقى أجر بلين حديث قدسي هكي ريبي غمر إخواني عليه الصلاة والسلام فما الفرق بين الحديث القدسي وحديث النبوي أو كاتن فرق جدا بينهم دوانا عليه باش ما مساقو شوي سكان يا أو تعالي أبي بري جبريل أميدانا يا محمد صلى الله عليه وسلم نا أن ذكر لي را وإنه لقول رسول كريم أمانة أنه مبلغ عن مرسله تبليغ أوان قيان ديانا قولنا ملكنا نبيه أما باس أوكري أمانة قيان ديانا ملك قيان ديتي برسولك أيجب أمتك بس الأرزة حكمك برباد به إن شاء الله تعالى ويجائز نيه هز كسي أما بدأ تبالوي بيجي والله أما قولي كيا شن كوتي عن قولي جبريل يا قولي محمد صلى الله عليه وسلم وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد هركس اختلف في القرآن بيد تروا ذا يقين تان بيه رقم راد به شن بيغمري خواه فرمي عليه الصلاة والسلام نار حتیم ما بو کیش ما بو مشکل ما نه بو
نزاع من هبو حرشي من هبو برين بو كي حل دبي قرآن وسنة اولا سرچاوك كي شي بي قد حلنا بي قد آسودنا بي قد بي غمجنا بي ما مصاف وشي استكان بيا هموما بيغمري خواه فرمي عليه الصلاة والسلام أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر كلمات الله في غمري خواه عليه الصلاة والسلام وحيك بواته أو القرآن باشتيا قيشتوا يا خلق يا كوا أو إلقائي وحي بكراوة أو ملكي أميني وحي شاوب يا كوتوا أو باشتيا قيشتوا يا خلق يا زمن يا كوا صحابي شي نبي نبي رضا رحمة خوايا للسر به هر حديث كتير في غمري خواه فرمي عليه الصلاة والسلام أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك يعني هموش صفاتي خواهي متعال جل وعلا شون صفاتي كلامي هي صفاتي رضايشي هي ومعافاتش وأم قرآن منزلة كمنزل بو دايموت من نزول بو تشيه لشويني برس بخار تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم تنزيل من الرحمن الرحيم تنزيل من حكيم حميد أما نحو تنزيل معني أم كلاما معنى ولفظا تنزولها إنا أنزلناه في ليلة مباركة شندين آية معنى ما مصاق وشويستا كان كواخوة متعال جل وعلا باسية ودكات واتا أم نزول بيجي لآسمان وجبريل وما يكرو دسكاري كل لفظي أو الناه نزول قرآن خواي تعالى دائبا زنو لاتيو وعنده أم الكتاب أقل سيري أحاديث بكين أم الكتاب شي فاتحة بس أم كتابي كقرآن باسية فرمي اللوحة المحفوظة لا يمسه إلا المطهرون جال إيران أم نزول باسي قرآن جواز لس النزول باسي بهران به نزول باسي لدائق بوني من دال به باشا بوشي لمنال منال دائق بوني شهر باسي چي هي نزول هي السيدي حكمة كين هرچانا امرو توزيك خريك معادلك اوائل يدي پياو لسرويا جن لسرويا چان قبل جاران بي موتيا پياو باشا نطفة رحم دادا بزيتا نو منالداني آفرت حلو واسره كيو معلقه ويبا كيو بأسماني رحمه او كاتا لدا بزيني شهن نزول بو خوارا من دالك لدايك بيانا هر همان شتا يما لطب القصناك بس او اللي روغي قرآن وسنة وبرشا من رون بو بويا خواهي تعالى باسي نزول باراني شكا أنزل من السماء ماء بلا أم خواهي تعالى فرمي أأنتم أنزلتموه من المزني بعتا آية بيجين آسمان لا آسمان لا لوح المحفوظ باران لا لا آسماني هي كما مزن چي وهو السحاب هور آية ما باران دبارين خواهي تعالى فرمي من المزني أم نحن المزني أأنتم أنزلتموه إيو دا يبزين باران هورا كانوا أم نحن المنزلون يا يمين وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا باشا ما مساق وشوي سكان أم إنزال أبو أو إنزال كي تشبيه بيكوا أم كلام أبو أو كلام تشبيه ناكري بيكوا أم قدرة أبو أو قدرة تشبيه ناكري بيكوا حريك لماني كباس يكن لا خزمتانا أو جاج دفمي وأنزل لكم من الأنعام جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا أو دي ساندما تقيكي تري زور معني لسر أم آيات شيء دفمي وأنزل لكم من الأنعام دو وجه لم آيات إسرائيل ما وصاخ وشوي سكان آية من الأنعام من بوتشي ليرا يك هندي العلماء فرمن بوتشي لبيان الجنس دوامي أنا لين بو ابتداء غاية دس بيكردن انتهاء غاية معني من نحو وابتداء غاية معنية باشا ما مصدق وشي سكان بويا شيخ طحاوي ده فرمي حتى ايرا هادو جا فرمي وصدقه المؤمنون على ذلك حقا مؤمنون كلمين مسلمون نية حفتي بيوشير كلمة ايك معمود وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين كيس لكين ابي ببين بمؤمن
مسلم نه ها او نه و پلیشی نوشن جارجار اهل ایمانش نیه لباتی لجنسی کام بنوشن جاران جنسی بوم مسلمان ملیم سینی که رکو پیکشیم بونه کرد و نوش بر زید ذکر. الی رش رب العالمین ام قرآنی نرده ایمانداری ساق تواب باوری توابه تصدیقی دکه دلی حق اوی که لای خواتو پیغمبری خواه گیندی بیم صلی الله علیه و سلم و ای قنون انه کلام الله تعالی بالحقیق لیس بمخلوق که کلام البریه یعنی یقین معنه علم الیقین حق الیقین همه ما سخوش ریسته کن عین الیقین باشه کشتی من پیگیشتو یا نه علم الیقین علم معنی که واچیه اما کلامی خواهی و پیغمبراتو علیه صلاة و سلام جبریله علمان زنست من پیهیتی عین الیقین بچایی خو من کلامک من بینا هیچ کسی تو انا اینی رو بری بی تو خواهی تعالی فرمید جل و علا اگر ایو اجنم کلامی بشر نمونی اما بیرن ناتوانن لا یعتون بمثلهی باشه ناتوان وکم من بینن دی دس صورت وکم من بینن حر ناتوانن دس صورتیش ناتیان دی یک صورتیش ناتوانن باعث لیرد زنی من چی ما مثلا خوشش کن و کلامی بری نیه خالقی تر نیه باید همومن باور من وای انشاء الله تعالا اگه منش من لو باور نیه که خواهی تعالا پیمانی عطا کرد و من سمعهم و قال اینه کلام البشر هر کسی گوی بیسیم قرآن ابو شو خدمتی دعایی کلام البشر فقط کفر کافری اینا بی باوره بباورة بجمان جمان من ولا شك في تكفيري من أنكر أن القرآن كلام الله حج جمانك تان ليه النبي كوا هركسي إنكاري أو بكا كام قرآن كلامي خويا كافر دبي يا ولي بل قال إنه كلام محمد أو كلام جبريل أو أحد من الملائكة جمان من يما وصفه شوي سكان برام دعيتين شيخي طاحوي لجريك عباسي تيتا سروا ولا نكفر أحد من أهل القبلة عباشا قريك نيوش كوابيجة تشيبي بيجي